مشاهدي نيل تعليم العالي، برحب بحضراتكم حلقه جديده من ينابيع المعرفه. النهارده لقائنا مع الاستاذ ناصر شاهين، عضو رابطه الزجلين وكاتب الاغاني، واللي هيكلمنا عن الزجل بين الشعر والاغنيه. في البدايه برحب بحضرتك معانا استاذ ناصر، سعداء بوجود حضرتك معانا. كل سنه وحضرتكم طيبين وحضرتك طيب. الساده المشاهدين طيبين، واخواتنا المسيحيين بخير وسلام، وكل المصريين بخير وسلام. تعالى ان تمر الامور بخير وسلام يا رب ان شاء الله. امين باذن الله. بنشكرك يا استاذ ناصر. والحقيقه في البدايه احنا بنتكلم النهارده عن الزجل بين الشعر والاغنيه. الحقيقه يعني بس مبدئيا كده عايزين نفهم من حضرتك اكتر، ايه هو الزجل؟ اقول لحضرتك حاجه، الزجل هو عباره عن على سبيل المثال، مثلا حضرتك اي واحد بيبقى بيجي له خاطره معينه فبيكتبها، فبيكتب كلمتين متتاليتين فبيطلع منها جمله مفيده بتعبر عن شيء معين. واخد بال حضرتك؟ يعني قريبة من الخاطرة نقدر نقول؟ طبعا قريبة من الخواطر، ما كل شيء حضرتك الشعر دائما وابدا بكافة انواعه واشكاله بيبدأ بالخاطرة. حقيقي. لابد. تمام، طيب عندنا مرحلة الخاطرة وبقت قدامنا قصيدة زجلية، إيه اللي يفرق القصيدة الزجلية عن القصيدة الشعرية العادية؟ وهل ليها قوافي معينة، ليها ميزان معين، ليها كمان يعني موضوعات معينة بتعبر عنها، ولا مفتوحة في كل المجالات؟ لا، هو حضرتك القصيدة الزجلية بتختلف عن الشعر الآخر. في ايه يا استاذ ناصر؟ اختلافها هي بتبقى بسيطه، كلماتها بسيطه جدا ولكنها صحيح. في اطار معبر. صحيح، اسهل إطار اسهل بكتير، اسهل قريبه من بكتير. العاميه نقدر نقول يا استاذ اه ناصر. طبعا يا فندم، اكيد طبعا أكيد. تمام، طيب عشان نعرف الزجل اكتر الحقيقه هنسمع بس من حضرتك الاول كده قصيده زجليه، ونرجع بقى نتكلم عن خصائصها وصفاتها وهدفها وحاجات. طيب هنبدا اولا حضرتك هنكتب هنقول حاجه بعنوان يا مصر تسلمي وتعيشي. يا مصر تسلمي وتعيشي، رائع. وبعدين في حاجه انا اكتب والمتلقي يصنف كيف ما يشاء، زي ما هو عايز. صنف هل هي زجلية ام شعرية ام ام ام، كل واحد أكتب يتذوقها بالشكل اللي هو عايزه. الراسل والمرسل لي، انا راسل والمرسل لي بيتلقاها بطريقة معينة، يتلقاها زي ما هو عايز. فطبعا حبيبتي مصر ومعشوقتي هنقول يا مصر تسلمي وتعيشي. يا مصر تسلمي وتعيشي، رفع الجبين مطاطيشي، ترابك غالي واسمك عالي، يا بلدي زيك ملاقيشي، يا مصر تسلمي وتعيشي. حبيبتي يا أم الدنيا، ناديني تلاقيني في ثانية، واقف على بابك حامي ترابك، فداكي أنا وانت تعيشي، يا مصر تسلمي وتعيشي. يا مصر يا أغلى الأوطان، واسم مذكور في القرآن، علوم وحضارة وجنود جبارة، والله أكبر على جيشه، يا مصر تسلمي وتعيشي. في كل عصر وأي زمان، في كل عصر وأي زمان، محفوظة بعناية الرحمن، حضنك دافي وجوك صافي، وفي طيبة ناسك ملاقيشي، يا مصر تسلمي وتعيشي، رفع الجبين مطاطيشي دائما. جميل، ربنا يكرمك. حلو قوي يا استاذ نصر الحقيقه. يعني قصيده زي دي خدت منك وقت قد ايه عشان تفكر فيها، عشان تكتبها؟ اقول لحضرتك تكتبها حاجه، مره واحده ولا لا كمان؟ لا فن، انا يعني الخاطره او الموضوع بيجي في دماغ الواحد من خلال شيء حدث، يعني ما بيجيش كده التك عزران هكتب، لا لازم يحصل حضرتك موقف قدامك تتفاعلي معاه، وبناء عليه بتحطيها في اطار قصيده او اغنيه او اي شيء من هذا القبيل. نعم، فهي طبعا حضرتك لازم يبقى فيها حاجه زي ما تقول حضرتك حاجه تنكشك كده عشان تبدا تشتغل في شيء معين. فطبعا القصيده ما بكتبهاش مره واحده، ممكن حضرتك في ثانيه بامر الواحد الاحد خلاص الام ربنا سبحانه وتعالى اراد ان المفردات بتيجي والموضوع خلاص اكتمل وبحطه في الاطار واشتغل عليه، فبتطلع ممكن بتطلع بسرعه، ممكن اعملها مثلا في ساعتين ثلاثه. وفي حضرتك قصيده انا ممكن احط عنوانها فقط 6 شهور، والله حصلت معايا، كانت قصيدة بعنوان رويدا أيها الزماني، هذا العنوان أخذ مني 6 شهور كتبتها وركنتها. بعد فترة 6 شهور حضرتك أراد ربنا سبحانه وتعالى من خلال أحداث خلصت في يومها. تخيل حضرتك يعني عنوان 6 شهور العنوان ولكن في ذهن حضرتك، لكن المعنى المعاني لسه ما كانتش بالظبط حضرتك. طبعا لما حصلت احداث معينه بدات المعاني اكيد تتدفق على ذهن حضرتك. طب في سؤال مهم الحقيقه استاذ ناصر، هو حضرتك درست اللغه العربيه او يعني كانت دراستك متعلقه بالشعر حضرتك ولا مالهاش علاقه؟ لا 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 مطلقا مطلقا، هي بدات معايا بالخبر. بدات معاك ازاي؟ بدات معايا تفتكر امتى؟ 20 سنه يا فندم. ربنا يديك الصحه الله ان شاء الله.
ازاي بدأت يا استاذ نصر؟ ايه اللي لفت نظرك انك عندك الحمد لله الموهبة دي انك هقول تقدر لحضرتك، تكتب؟ هي بدأت معايا بالخواطر. شيء اكيد كل واحد مننا بيكتب خواطر، بيكتب يوميات، بيكتب اي حاجه من هذا ممكن القبيل. حتى لو ما كتبش تلاقي في ذهنه حاجات عايز بالظبط يعبر عنها. حضرتك. فدائما وابدا ساعات الواحد كده بيحس ان اوفى صديق ليه في بعض الاحيان هو القلم والورقه، جميل صح بيحصل كتير صحيح. جدا معانا كبشر يعني. فطبعا حضرتك بدأت معايا من هذا. فلما بدأت بالشكل ده كانت النتيجه ان انا لقيت نفسي بكتب كلام منظوم وكلام مقول وكلام لما بيعرض على آخرين بيتبسطوا جدا. كانت النتيجة ان انا دخلت في القصة. طبعا عشان حضرتك تسأليني هل درست اللغة العربية؟ مع الأسف لا. دي حاجة احب يعني السادة لا المشاهدين بالعكس، وحضرتك ده تعرفيها. ممكن ناس تبقى سبحان الله موهوبة في يا اللغة فندم العربية وموهوبة في ما القصائد وفي درستش الشعر من غير ما اي تدرس، انواع يعني من مفيش انواع مشكلة. الشعر. انا يعني خليني اكون واقعي لان انا صريح طب ليه جدا ما مع درستش نفسي. اللغة العربية او ما درستش، يعني ما خدتش مثلا في دراستك الجامعية مثلا يا استاذ نصر اللغة العربية؟ ملحوظة، أنا لم أصل إلى الجامعة. كمان ما شاء الله. تخيلي طب هايل، يعني حاجة. طب هايل ما أنا شاء الله. صريح جدا مع نفسي، لابد أن أكون صريح مع لا الآخرين. بالعكس ما شاء الله ما يا استاذ نصر. وصلتش حضرتك الجامعة. طب ده جميل، يعني الحقيقة ثانوي عندك عام يا الموهبة دي فندم منازل كمان. منازل كمان. لا ده منازل. رحلة بقى يا استاذ نصر تكلمنا واخد عنها بالك؟ الحقيقة، ده ما ولم شاء الله. أحصل عليها حتى أكون صريح كمان، ما حصلتش عليها. لكن حاولت انك منازل توصل لها. طب ودي فكرة مهمة يا استاذ نصر الحقيقة، يعني رغم ما شاء الله المجهود ده اللي انت بتعمله عشان توصل لمراحل يعني اعلى من التعليم، لكن ما شاء الله الموهبة موجودة بشكل واضح ان هو ربنا يخليك حلو يا جدا. فندم، طب ايه يعني ربنا يخليك الحقيقة يا فندم. ده جه ازاي؟ لا اول حضرتك قراءات كتير، لابد. بتسمع طبعا كتير. طبعا يا فندم طبعا. انا بقعد مع ناس الحمد لله يفوقوني علما فبستفيد منهم، ثقافه فبستفيد منهم. اضافه الى ذلك انا يعني يعني ممكن حتى وانا باكل مثلا قدامي جورنال لا تلاقيني حضرتك اقرا فيه ده بصراحه. المختلف عن الناس التانية، اي انك انت لو حاجه ورق قدامك ورقة وانت حتى اقراها، بتاكل تبص في اي الورق. ورقه اكل فيها اقراها. يعني ممكن يكون جورنال مع واحد كده مش عارف تبص في ممكن العنوان. اقراه. طبعا اضيف الى ذلك ان انا قريت كتير في كافه المجالات، جميل، قريت كتير، بحاول ده ان انا يخلي عندك لغة تقدر تكتب بيها وعندك تلفظ بالظبط في الألفاظ حضرتك. يعني. انا بعتمد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، انا بعتمد في المقام الاول عن كرم ربنا سبحانه وتعالى ان هو اعطاني الموهبه. ولكن في نقطه مهمه جدا حينما حضرتك تساليني ما هو الفرق بين الزجل والشعر، ففي اساتذتي في اللغه العربيه ممكن يفيدوا حضرتك فيها. انما انا بكتب اللي يتذوقها يتذوق وصنفه بالشكل حضرتك بقى، زي انا ما هو بكتب عايز. ولا حضرتك بقى ايه تصنفه زي ما انت عاوز. تمام. اتفضل. طيب الحقيقه عايزين برضو نعرف منك، انت وصلت لمرحله كتابه الاغاني كمان يا استاذ نصر مش كده؟ كتبت اغاني، يا فندم كتبت. تفتكر معانا نموذج كده نسمع منك اغنيه؟ ما خدي بال حضرتك دي لو خدتي بال حضرتك ان هي مقطعه تنفع ممكن اغنيه. تنفع اغنيه؟ لا يعني في حاجه اتغنت ولا مفيش من الحاجات لا دي؟ هو كان في حاجه ولكن للاسف الانتاج عايزه موضوع طبعا مكلف. فلوس جامده وعايزه احتضان من الناس، وطبعا افتقد كل هذه الاشياء. تمام. لا ابدا مفيش بالعكس، احنا ماده. معاك اهو وانا وبنعرض شرفت من عينيا موهبتك كان النهارده. الله يخليك يا فندم. انا شرفت طبعا بحضرتك وبرنامج ربنا وانا يكرمك. سعيد جدا. اما طبعا طب بالنسبه نسمعك يا استاذ نصر في حاجه تانية، اتفضل. اتفضل. طبعا هنسمع ايه؟ قصيده بعنوانها ايه؟ حضرتك عشان احنا داخلين على 25 يناير ان شاء الله. واحتفالات 25 يناير، فانا مؤمن بالشباب قوي قوي. انا كنت واخد عنهم فكره مش تمام قبل الثوره، ولكن في الثوره اثبتوا بجداره طبعا ان هم قادرين ان يحققوا طموحاتهم واحلامهم ويقفوا امام اي تيار في صحيح. اطار حبهم لوطنهم ويوصلوا لهدفهم. هبقول لهم الله عليكم هايلين يا شباب 25، الله عليكم هايلين يا شباب 25، بكلمة قوية وعالية حققتوا طموح ملايين. دي معادلة، دي معادلة وكانت صعبة علينا من سنين. شوفوا مرقص ويحنين، شوفوا مرقص ويحنين، كيان واحد لاتنين، دول شباب سيدنا عيسى وإمام المرسلين، شباب صلاة الزين واعيين مثقفين، حربوا الفساد واللي ايديهم وسخين، وإصرار وعلوم وشطارة وعقول واعية وجبارة، وجبتوا لنا ألف أمارة إن أنتوا موجودين. الله عليكم هايلين يا شباب 25، وبعرض الدنيا وطولها، بعرض الدنيا وطولها سمعتكم الناس بحالها،
بعرض الدنيا وطولها سمعتكم الناس بحالها، بعتلكوا ألف تحية، تسلموا 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 يا مصريين. ده احنا ما كناش عارفين عايشين أو مش عايشين، كانوا الحرمية السادة والشرفة خدامين، لكن الله يحميها ثورة 25 مسكت القضية وظهروا التعابين، وكل حرامي بشيلته توزن أطنان ملايين. الله يخرب بيوتكم أخرتكم سودا وطين، غمستوا بالغلابة وحليتوا بالشقيانين. 90 مليون تحية لشباب 25. جميلة الحقيقة أستاذ ناصر، يعني معبرة برضو جدا عن تحياتك للشباب. دي بداية الثورة يا فندم. تمام، واحنا الحقيقة بنوجه برضو نفس تحية شباب 25، واحنا فعلا على أعتاب 25. طيب الحقيقة يعني عايزين نعرف منك أكتر برضو، بتحضر ندوات ثقافية، بتحضر ندوات شعرية، بتتواصل مع الشباب اللي زيك على الفيسبوك مثلا عشان طبعا يا فندم. أنا ليا صفحتي والحمد لله ثرية بالشعراء. اسمها إيه صفحتك؟ باسمك يا أستاذ ناصر؟ يا فندم، الشاعر الثائر ناصر شاهين. الشاعر الثائر ناصر شاهين. دي صفحتي بالعربي يعني. طيب تمام. فطبعا في تواصل جامد جدا في الوطن العربي ومصر وخارجها، والحمد لله ليا ناس كويسين يعني. الحمد لله صفحتي ثريه بالناس كلها الحمد تمام. لله. تمام. طيب بتحضر يعني او عملت اي القاء قدام الناس قبل كده؟ كتير يا فندم. انا رحت مثلا، انا طبعا عضو رابطه زجاليه وكتاب الاغاني من القاهره، وانا اشرف ان انا انتمي لهذه الرابطه. اتعلمت منهم كتير ولسه هتعلم لحد ما اموت، اتعلم منهم ومن غيرهم ان شاء الله. فطبعا في ندوات وفي بتجيلي دعوات خارجيه. الحمد لله بروح بلاقي صدى كويس الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب بتسمع مين يا استاذ ناصر؟ بتحب تسمع مين من الشعراء؟ انا حضرتك بتقرا لمين؟ انا متيم ب عبد الرحمن الابنودي، الشاعر الجميل التي يتميز بالتلقائيه الجميله. استاذنا صلاح جاهين طبعا يتميز استاذنا الجميل استاذ عبد الرحمن الابنودي، الصوره الدراميه في الصوره الشعريه رائعه. ما تسمع حضرتك كلمات وكده، بيحكي موضوع جميل جدا الواحد بيتاثر فيه يعني الحقيقه، وتشبيهاته وتعبيراته غريبه وتعبيرات يعني، الحقيقه تصل الى القلب، من القلب تصل الى القلب على طول. صحيح. ده حضرتك. وطبعا استاذنا الجميل استاذ سيد حجاب، ويعني كتير جدا يا فندم كتير يعني، انا لا تسعفني الذاكره ان انا اذكرهم، انما طبعا استاذي اللي انا بحاول ان انا اخد، وطبعا استاذ بيرم التونسي، انا بحب ارجع للقديم جدا عشان استفيد. استاذ الجميل بيرم التونسي. وفي شعراء كتير جدا. اما بالنسبه للعاطفي والرومانسي الجميل رحمه الله عليه استاذ مرسي جميل عزيز. وفي الشعر الغني جدا يا فندم. تمام. طيب هنسمع منك ايه يا استاذ ناصر؟ اتفضل. برضه حضرتك هنقول قوم يا مصري. قوم يا مصري. قوم يا مصري. دي غير سيد درويش؟ طبعا يا فندم. طيب هنسمعها من حضرتك. قوم يا مصري. أنا المصري ولي ذاتي، والهرم بنوه أجدادي، والتاريخ سطر أمجادي. علشان كده علشان كده بصرخ ونادي يا بويا يا عمي يا كل اخواتي، في المدينة او في القرية او في الوادي. ايدي في ايدك، ايدي في ايدك، حيلك شد، اقرأ تاريخك، يلا عد. الهكسوس انت اللي طردت، وللاستعمار صديت وكفحت، وعليك ما قدرش ابدا حد. والسويس قناتها فحت بايمان وصبر ملهوش حد، وكل الدنيا طول وعرض تشهد ان مزيك حد. قوم يا مصر حيلك شد، انت اللي بنيت عليت السد، واكتوبر انت اللي عبرت، وبالريف صهيون انت اللي قهرت. قوم يا مصري، قوم يا مصر حيلك شد، يلا نبني مصر بجد، وللانتاج ما نعطل خط، وابني عمر صلح ارض، ونلم ورقنا كفايه خلط، وابني كمان لولد الولد. خلي طموحك ملهوش حد، خلي طموحك ملهوش حد. ثورة مصر أمانة بين إيديك، ما تفرطش فيها الحد. قوم يا مصري، قوم يا مصري حيلك شد. جميل حقيقة أستاذ ناصر، والحقيقة أنا شايفة إن عند حضرتك البعد المصري ده قوي جدا الحقيقة. أقول لحضرتك حاجة صح؟ دي أكيد يا فندم.
الوطن بالنسبة للواحد هو بيته وكيانه وعيلته وشرفه، يعني قلت قبل كده في برنامج سابق مع الأستاذ عز رمضان. فالوطن بالنسبة لي هو كل شيء، هو الحياة، هو معناها، هو معناها الصحيح للحياة هو الوطن. من غير وطن إزاي الواحد يعيش؟ من غير مكان يقوي إزاي الواحد يعيش؟ أكيد. فهو الوطن بالنسبة لي شيء جميل جدا. تمام. طيب المرأة في حياتك ليها يعني أكتر من قصيدة يا أستاذ ناصر. الحقيقة احنا في حاجة اسمها دعي لي يا أمي، طبعا، وحاجة تانية مراتي ناس أسيا علي، فاحنا عايزين نعرف التضاد يعني بين الاثنين. التضاد هي طبعا حضرتك، هي بالنسبة لمراتي ناس أسيا علي هي بطلع حاجة في صورة فكاهية بحاول أنوع في كتاباتي. نسمعها يا أستاذ ناصر اتفضل. طب بس يا ريت زوجة حضرتك تكون سمعتها، ما تزعلش مننا لو سمعتها تاني. لا ده أنا يا زوجتي طبعا بكني ليها كل الاحترام والتقدير، هي واقفة معايا وشايلاني وشايلة أسرتي وولادي، وهي العمود والركيزة الأساسية في البيت بصراحة. أنا برا على طول، جميل. فهي اللي قايمه بكل شيء، وهي التربيه والى اخره. ربنا يخليها لك حضرتك. فانا بتدعمك في الموهبه دي يا استاذ ناصر. طبعا تسمع قصائد حضرتك دايما. اكيد طبعا، الاولاد كلهم بصراحه بيسمعوني. حد من اولادك عنده موهبه؟ لا هم لسه لم ينضجوا بعد. يعني احمد ابني عنده بيغني. طيب يعني عنده موهبه بس لسه عايز يا ريت يغني قصائد. ثقل، عايز ثقل، وهو بيغني بالفعل مواويل وبيغني الحاجات دي وحافظ معظم حاجاتي وبيقولها برضو ساعات بين زمايله. عندي البنات، عندي شيماء تانية اعدادي لسه رؤيتها ما اتضحتش ايه ميولها لسه. طبعا امنيه الصغيره ودي اخر العنقود في رابعه ابتدائي، فعندها ابوها ده كل شيء، وابوها فنان ما فيش زيه، وابوها شاعر ما فيش زيه، وانا راجل غلبان والله العظيم ما شاء الله. لا ازاي ليه يا استاذ ناصر؟ بس ما شاء الله، بس هي نامت على انه حضرتك عندك الموهبه دايما بتقولها، فاكيد ما شاء الله يعني هي متاثره بيها. ربنا يخليهم لك يا رب، تفرح بيهم دايما. الحمد لله. هنسمع كده يا مراتي قاسي عليا. خلاص ماشي. مراتي يا ناس قاسي عليا، مراتي يا ناس قاسية عليا ومفترية ونكدية، وليالي حول الله بتقوم من نوم على لأ أو آه، ومسكين في بعض أنا وهي. وما أجي أكلمها يا ناس عايز محامي واتنين حراس وعشر ضباط من مدورية، وما أجي أكلمها يا ناس عايز محامي واتنين حراس وعشر ضباط من مدورية، ولما أكون عايز محشي تقول لي كلامي اللي هيمشي وهتاكل رز وملوخيه. مراتي يا ناس قاسية عليا، ليل نهار عامله لي خناقات في الشارع ويا الستات، وبنام وبصحى على قضيه. مراتي يا ناس قاسية عليا. اوعي تزعلي، انت عارفه ان انا ده كده بس. طيب ماشي، ده بالنسبه للزوجه يعني، لكن الام عملت لها حاجه مختلفه خالص يا استاذ. الام حضرتك ربنا يخليها، مفيش اجمل من اي رحمه الله عليها. رحمه الله عليها طويله، ربنا يخلينا امهاتنا جميعا يا رب، ولا يحرمش حد من الام. فطبعا الام مهما كان الواحد هيقول ولا هيتكلم ولا يكتب حتى ايه، مش هيجازي ابدا 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 خيرها عليه. فهي حضرتك بتقول: امي الحبيبه، امي يا غاليه، يا احن من نفسي عليا، يا احن من نفسي عليا، واغلى ما في الوجود هي امي. في حضنك يا أمي زول عني همي وأحس بالأمان، يا غالية عليا ونور عينيا يا بر الأمان. ليكي باب السماء مفتوح، دعاكي يا أمي يشفي الجروح، برضاكي برضاكي أحطم القيود، يا ضي عينيا يا عبير الورود. أمي يما يمايا، يا سكن قلبي وجوايا، خيرك عليا ماله نهايه، صوتك امان، سيرتك حنان، عبيرك ريحته في كل مكان، واغلى من خلق في الكون امي. ربنا يرحمه رحمه واسعه ان شاء الله. ويعني شيء جميل الحقيقه من الام، يعني كل الامهات ربنا يديهم الصحه بقى الموجودين. يعني الحقيقه فكرة المرأة في حياتك يعني مؤثرة برضه، ممكن تستلهم منها معاني. طبعا يا فندم طبعا. هو يعني المرأة هي في حياتنا، المرأة هي بالنسبة لي ايه؟ امي، اختي، زوجتي، بنتك طبعا اهم حاجة بتأيدك جدا. فهي المرأة هي كل شيء، هي الركيزة الاساسية في الحياة. المرأة المرأة مع الرجل هي قاسم مشترك في الحياة. صحيح. فطبعا ليها ثقلها وليها وزنها في الحياة يعني. صحيح.
طيب الحقيقة حضرتك برضو عملت قصائد، يعني عايز تدي فيها معاني أخلاقية، كاتب قصيدة بعنوان خليك حلو اللسان. انا حلو، يعني مسميها احنا محتاجينها جدا دي في كاتبها يا حياتنا. فندم لواحد حشري في اطار جميل فكاهي كده. جميل. بتقول خليك حلو اللسان وخلي كلامك زين، مش كلمة تجر كلمة تعمل معاك 2000، بتوقع بين الناس وماشي ليه بوشين، والكذب هو طبعك ولسانك بجناحين، بيطير في كل ناحية يفرق بين أخين، وعشان خاطر مصلحتك تخربها في ثانيتين. يا عم خليك في حالك وسيب الناس عايشين، اللي فيها مكفيها خلاص مش ناقصين، وخليك حلو اللسان وخلي كلامك زين. جميل يا استاذ ناصر. طيب الحقيقه نرجع برضو للبعد الوطني تاني، وانت كتبت حاجه بعنوان حق شهيد، اه طبعا يا فندم، هو كان في حتى صرخة شهيد، اطول قصيدة كتبتها. صرخه شهيد. اه لا انا مش كاتبها في الاعداد، انما هي صرخة شهيد دي كانت بتحكي المساوئ اللي ادت لقيام 25، ثورة 25 يناير بكل مساوئها، ولكن طبعا طالت طويلة جدا ففي حاجات غيرها. يعني حق الشهيد كلها حضرتك في فترة الثورة، يعني ما بين الشوك ورود وبراعم الأزهار، نسمة عبير تفوح تدخل كل دار، بتداعب النفوس وتكسر الانكسار، وتدينا أمل لبكرة والليل يرجع نهار. قامت ثورة في بلدنا، قامت ثورة في بلدنا، عملوها شباب كبار بعد سنين المهانة والذل والانكسار، وجابولنا أحلى فرحة، جابولنا أحلى فرحة، لابسة توب وطرحة، وبقينا من الأحرار، راجعين من التحرير والحماس قايد نار، حالفين نخدم بلدنا، حالفين نخدم بلدنا ونعمر ليل نهار. هيلة هب هيلة، هيلة هب هيلة بالعزيمة والإصرار، إيدينا تبقى واحدة، الصحراء تبقى عمار، ونخطط لبلدنا، ونخطط لبلدنا بالعلم والابتكار. شمس بلدنا مش هتغيب، شمس بلدنا مش هتغيب، وبكره جايب 1000 نهار، مفيش مكان للمحسوبية والحرامية والشلالية، في 1000 داهية، في 1000 داهية كله غار. من النهارده مفيش وسية ولا حد عبد ولا انكسار، من النهارده مفيش وسية ولا حد عبد ولا انكسار، من النهارده مفيش خنوع، مفيش خضوع، ولا هنكوي بحديد ونار. وبره وجوه بأعلى صوت، وبره وجوه بأعلى صوت، هقول أنا مصري بكل عز وافتخار. دقت خلاص طعم الحرية، دقت خلاص طعم الحرية، مش هقبل قمع أو حصار، ولازم أجيب حق الشهيد، لازم أجيب حق الشهيد إلا عشاني قام وثار. يعني الحقيقة رائعة يا أستاذ أشكرك ناصر، بنشكرك جدا على أشكرك. المعاني اللي أنت عايز توصلها. والحقيقة برضو عايزين نعرف منك، يعني فكرة إنك تنمي موهبتك بتنميها بقى إزاي؟ بحضور ندوات، بإنك طبعا تسمع يا فندم كتير. زي ما قلت لحضرتك ان انا اما بروح انا بستفيد جدا. حاسس إن موهبتك من أول لحد النهاردة اتغيرت؟ لا يا فندم، هو طبعا اكيد بتثقل بالقراءه، بالمتابعه للشعراء، بان انا اروح ندوات، اني رغم ان انا مقل في الندوات، ولكن حضرتك انا بعوضها بالقراءه، بعوضها ان انا اسمع لاساتذتنا الكبار، اي حد حتى ان كان مستواه متدني او لسه بيقول هادي، انا بتعلم منه، واخد بال حضرتك؟ جميل. فدي كده طبعا بيجي الموضوع خلاص، اذا جاء ربنا كرمك بيجي لك موضوع فبتكتبه، فبتحاول ان انت تطلع احسن ما عندك. اكيد طبعا السنه اللي فاتت مش زي السنه دي، اكيد انا بستفيد من كتر سمعي، من كتر قراءتي، من كتر تعرفي على اللغه ايه معناها وايه وايه وايه، فالحاجات دي اكيد طبعا بتثقل. بينما لابد مره، يعني للمره المليون بقول لكل الناس، لابد خاصه اللي هو في الشعر، يا ريته بالفعل بالفعل يتعلم كيفية اللغة العربية عشان يطلع يقدر يطلع المعنى الدقيق لكلامه. بحاول، أنا بحاول. ربنا يوفقك، الله ومحاولتك يخليك يا رائعة فندم، يعني أستاذ ناصر ما شاء الله، ربنا الله يوفقك. يخليك. أنت كاتب حاجة بعنوان حكم القدر؟ حكم القدر هي كل أي ظروفها حاجة إيه يا أستاذ حضرتك، ناصر دي؟ بالظبط، هي حضرتك أي حاجة لازم يكون ليها موقف، يعني الواحد ما يكتبش كده.
موقفة أنا كنت في السفر وبعدين جالي خبر وفاة شخصين غاليين عليا جدا جدا. هو كان ابن عمي رحمة الله عليه كمال، وحماتي. حماتي دي كانت بالنسبة لي أم، ربنا يرحمهم الاثنين. فطبعا الخبر جالي وانا في غربه، ف بقول فيها حكم القدر، حكم القدر وحكم نافذ على البشر، كبير صغير، وقت القدر يعمى البصر. لحظه مجاني مر الخبر، قلبي انفطر، حلمي انكسر، نزلت دموعي زي المطر، من غير ما يودعوني ولا تشوفهم عيوني، في لمح البصر فاتوني أغلى البشر. حكم القدر في هنايا كانوا يهنوني، في شجوني بيطبطبوني، في جراحي بيدووني بإيدين ملايكة مش بشر. حكم القدر في آلامي بيحسوني، وفي يأسي بيصبروني، ولقاهم فرحة عيوني، وفي ليلي كانوا القمر. حكم القدر لا بإيدي ولا اختيار، لا بإيدي ولا اختيار، في القلب نار ومرار، خلاص نزل الستار، لازم نسلم للقدر. حكم القدر وحكمه نافذ على البشر. صحيح ونعم بالله، يعني فكرة ان القدر وربنا بيحكم كده ساعات بحاجات، فسبحان الله احنا ما نقدرش نقول فيها حاجة، او صحيح او مريض او فيا إرادة ربنا سبحانه وتعالى، اللهم امين. تمام. طب يمكن وقتنا بينتهي معاك يا استاذ نصر، القصيده اللي قريبه قوي من نفسك ايه هي؟ يعني ليها معاني معينه ولا مش شرط كلهم زي بعض؟ لا، زي ما بيقولوا حضرتك كلهم ولادي، كلهم اولادي. بس طبعا في حاجات اللي هي متاثر بيها، هي احداث الثوره، الاحداث الاجتماعيه، الحاجات اللي بيمر بيها الناس. يعني مثلا على سبيل المثال، في حاجه حضرتك هنا، عنوانها ايه اللي بتدور عليها اصلا؟ قصيدة بعنوان ايه؟ هي بعنوان من وحي المواطن المصري. من وحي المواطن المصري. تحب تختم بيها دي؟ خلاص ماشي، زي ما تحب، اتفضل. يا ناس اللي فوق، نظرة على اللي تحت، طلعت فوق كتفنا ودفستوا راسنا تحت، سايتونا المرار بالكيل، والكيل قال طفحت، عايشين في ميغة ولحمة، واحنا فول وبصارة ولفت، في ساقية ليل نهار مربوط لما اتهلكت، وعشان اقدر اعيش استلفت واتدينت، ومراتي زهقت مني اشتكتني واتخلعت. يا اخوانا اللي فوق، نظرة على اللي تحت. كفاية كده، كفاية جدا. الحقيقة يمكن وقتنا بينتهي معك يا استاذ نصر. هل تحب تشجع شباب اللي في سنك ان هم لو عندهم الموهبه يعبروا عنها، ما يقفوش ويحاولوا يتواصلوا كده مع الشباب اللي زيهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدروا يحاولوا طبعا ويحضروا ندوات ويروحوا هنا وهنا وهنا، مش لازم يكون دارس الحقيقه، ممكن الموهبه تكون من غير دراسه. لا، هي الموهبه اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لما يثقلها بالدراسه فده شيء جميل طبعا. تمام. لكن هو بس يخرجها، ولو عرف يثقلها يا ريت، يعني اكيد طبعا اكيد المجال مفتوح، ويحاول يروح ويجي، ما يستكنش، ما يقعدش مكانه، لازم يتحرك ويحاول ان هو يحقق هدفه. تمام. الحقيقه بنشكرك جدا يا استاذ ناصر، وبجد سعداء بوجودك معانا. انا ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر ان شاء الله. شكرا. كل الشكر لحضرتك، وبنشكر مشاهدينا الكرام استاذ ناصر شاهين عضو رابطه الزجالين، وبنشكركم على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده ويا نبيع المعرفه.